وليش لحتى تستلم المشروع شركة أجنبية؟ مين بده يستلمه لك؟ أنتو أو أي شركة وطنية تانية، أحسن ما تروح المصاري للغريب. درسنا هالشي ولقيناه صعب كتير، لأنه شركاتنا المحلية ما عندها التقنية ولا الخبرة المطلوبة لتنفيذ هيك مشروع. بعدين شركة اتصالكو صار لها 40 سنة عم تشتغل بهالمجال، وشعارها 40 عاما نزداد تألقا، هذا هو شعارها. يا سيدي المهم النتيجة، على القليلة هلأ إذا الواحد اضطر يدق تليفونه من الطريق ما عاد يكسر نفسه لحدا ولا يربح جميلة من حدا. يعطيكم العافية. يا شباب، أنا دعيتكم اليوم لهالاجتماع الاستثنائي هاد مشان نناقش ظاهرة سرقة حصالات الهواتف بالمدينة يلي تفشت بالفترة الأخيرة. فعلا يا جماعة، الظاهرة مو حضارية أبدا. يا سواد، وشنا قدام الشركة الأجنبية اللي نفذت المشروع. ترى شو بدهم يحكوا علينا لما بيدروا باللي صار؟ شو بدهم يحكوا يعني؟ ليش هن ما بصير عندهم هيك سرقات؟ مهم هلا، المهم هلا بدنا حل سريع لقمع وتطويق هذه الظاهرة. بقى شو قلتي ابو سومر؟ شو رأيك؟ قلي. والله انا من جهتي رح اعمل اللي علي، يعني رح كثف الدوريات الراجلة والمتحركة حوالين كبائن الهاتف، وممكن زيد عدد العناصر المناوبين بالطرقات العامة. يا ترى هالاجراء بكفي يا ابو سومر؟ مغسل وضمنان الجنة ما بيصير، أنا أكتر من هيك إجراءات ما فيني أعمل. يعني مو معقولة كمان حط كولبة حراسة جنب كل كابينة هاتف. لازم أنتوا تعالجوا الموضوع بطريقتكم كمان. شلون بدنا نعالجه؟ يا ستي شغلة واضحة، في غلط بالتصميم. معقولة الشركة الأجنبية تغلط؟ لا ما بظن، لأنه هدول بيكونوا عاملين حساب لكل شيء يا أبو سومر. ولو كان وضع الحصالة بهالطريقة بيغري بالسرقة، يعني كأنه عم تقول للحرامي تعال سرقني. ومثل ما بيقول المثل، المال الداشر بيعلم الحرامية السرقة. أبو سومر معه حق، لازم نلاقي حل فني لهالموضوع، وغير هيك ما في. وهالحل الفني مين بده يلاقي؟ مين يعني؟ ما في غير شركة اتصالكو يلي وضعت هالتصميم. بالفعل، واللي طالع الحمار على السطح بيقدر ينزله. عظيم جدا، يعني موافقين على السطح؟ على الحمار؟ على الاقتراح؟ طبعا طبعا موافقين. عظيم جدا، عظيم عظيم. انا من بكره رح اتصل مع المسيو جودة وكيل الشركه الاجنبيه عنا وابحث معه الموضوع. يعطيكم العافيه. لا 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 ولا يهمك، it's so easy so easy. شلون easy؟ صار مسروق اكثر من 30 حصاله هاتف وبتقلي easy؟ يعني حوالي 8% من الحصالات اللي ركبناها انسرقوا بظرف يومين وبتقلي easy؟ وعلى هالحاله خلال شهر ما بيضل عنا شيء وبتقلي easy؟ يا سيدي هاي شغلة مو بتحصل عندكم بس، بكل دول العالم. يعني كل شغلة جديدة بتفوت على أي مجتمع لابد تعمل بلبلة، بلبيل، بلبولات، بلابل، بلبلة، بلبلة، بلبلة لبين ما ناس يتعود عليها. يعني it needs some patience and sacrifices، كله في سبيل خدمة المجتمع. ما فهمت عليك. أوكي I will explain to you. نحن طالما لقينا انه هذا التصميم ما ناسب شاب وشجعه يمد ايده ويسرق، then we must change it، نغيره. الشعار؟ No 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 no، التصميم. ايوه، وبتغير؟ Why not؟ طيب شلون بدنا نغيره بعد ما ركبنا 1000 كابينة هاتف بالشوارع؟ As I told you before sir, it's a matter of sacrifice، تضحية. ما اختلفنا على السكريفايس تبعك، مستعدين للتضحية، بس شلون؟ It's so clear. يعني بدكم تضحوا بالتليفونات القديمة كلها، ونحن من جهتنا يعني مستعدين وكمعكم in your agreement. ولشو العقد الجديد بقى؟ لحتى نركب تصميم مختلف عن هاد. يعني بعبارة أوضح، نحن رح نركب بالكباين تليفونات ملزوق فيها الحصالة، يعني stick with it you know stick with it then it's gonna be so hard to steal it. يعني بتصير صعب تنسرق لأنه وزنها أكتر من 2 كيلوز. شو قلت؟ والله ما بعرف،
رح أعرض الموضوع على مجلس الإدارة. فوف، لازم نضحي يا شباب، لازم نضحي، ما في مجال، تضحية واجبة. مين موافق على التضحية؟ جهاز الإنذار هاد موصول بأربع دارات حماية، دارة إلكترونية، دارة كهرومغناطيسية، ودارة كهرطيسية، ودارة إلكتروستاتيكية، والجهاز طبعا مربوط بكل هالدارات مع الهاتف والحصالة، يعني مكلبشين ببعضهم كلبشة. ممكن تشرح لنا طريقة عمل الجهاز؟ ايه طبعا، تفضلوا. هلأ أي محاولة لفك أو خلع أو كسر أو تخريب لجهاز الهاتف أو الحصالة، الدارة الإلكترونية لحالها بتعطي زمور إنذار فوري، بي 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 بي، وبتقوى 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 وبتقوى. طيب إذا حس الحرامي على الزمور وفركها قبل ما تصل دوريات الأمن، شو بنكون استفدنا؟ ما رح يلحق يفركها، لأنه الزمور رح يحرض الدارة الكهرومغناطيسية يلي رح تشغل الدارة الإلكتروستاتيكية على الحارق. إيه؟ شو إيه؟ الدارة الإلكتروستاتيكية رح تطلق شحنة كهربائية على الحرامي وتلحشه وتنتره بأرضه بظرف 3 ثواني. بقى شو رأيكم؟ إيه خلاص، هذا هو المطلوب. شو لسه بدنا أحسن من هيك؟ وأنا بوعدكم إنه عناصرنا رح يكونوا أسرع من هي الدارة الإلكتروستاتيكية وزمور واحد وبندقب حوالي الحرام. حلو. آخ، مستني هيك لحظة، مو مشان شي، حتى ربي فيه الشعب كله، كل الشعب. بس بدي اسألك سؤال استاذ، هاي الدارات بتركب على التليفونات اللي عنا؟ للأسف لا، لأنه جهاز الإنذار مع جهاز الهاتف مع الحصالة الشركة مصممتهم ومنفذتهم على أساس جهاز واحد. ايه وشو يعني؟ يعني لازم نضحي شوي، يعني بمعنى تاني نحن مضطرين هلأ نغير كل الأجهزة اللي ركبناها بأجهزة جديدة. سيدي طالما ما في غير الحل، شو المانع؟ قولوا الله. مين موافق على التضحية؟
تفضل. ايه والله يسلموا هديات. قهوتك ممتازة كتير اليوم. ايه لا، طول عمره قهوتي ممتازة، بس انت مدري وين بتشرد وانت عم تشرب قهوتي. معك حق، لانه انا ما ارتاح بالي الا بعد ما ركبنا اجهزة الانذار الجديدة. انتو هيك دائما، ما بتحسبوا حساب الشغلة الا بعد ما يوقع الفاس بالراس. يعني لو ركبتوا اجهزة الانذار من الاول قليل شو كنتوا وفرتوا. معك حق، كنا وفرنا بلاوي، بس بصراحة نحن ما توقعنا ابدا انه تصير هيك سرقات عنا بالشوارع، ومثل ما هو معروف طول عمرها شوارعنا امان. صحيح، بعكس بلاد برا. حكت لي جارتنا، قال لما راحت تعمل سياحة بأوروبا ما كانت تسترجي تنزل على الشارع وهي لابسة ذهب أو حاملة معها مصاري زيادة. ها شفتي شلون؟ بقى مو شغلة غريبة. ألو، أهلين نزار. أهلين وسهلين. شو الحكي؟ متأكد؟ طيب شلون صار هيك؟ يلا يلا جاي فوراً. خير شو القصة؟ العمى، معقولة يكون النحس لحقنا لهون؟ شغلت لي بالي. شوفي التليفونات الجديدة اللي حطيناها رجعت تنسرق، وأجهزت الإنذار كمان انسرقت مع التليفونات. يا جماعة الخير، أكيد نحن مستهدفين من جهة تانية، لأنه هالشي اللي عم يصير معنا مو طبيعي. إيه مو طبيعي منو؟ شو الحكيات؟ مين هالجهة التانية أستاذ؟ ما بعرف، الله أعلم، العلم عند الله. بس نحن بعد هالإنجازات الضخمة لشركتنا وهالقفزات العملاقة اللي حققناها كترت العيون علينا. لا ومو بعيد أبدا يكون في حدا عم يحفر من تحت لتحت، أو تكون شي عين صايبتنا مثلا. معقول؟ محتمل، محتمل. ليش لا؟ محتمل يا أخي، العين بتاخد حقها من الحجر. عين هي يا جماعة، يا جماعة أنتو خيالكم راح لبعيد كتير. نحن أمام سرقات منظمة عم تستهدف أحد أهم مشاريعنا الوطنية. يعني بألم نشرح في جريمة وفي جاني، وهالجاني لازم ينكمش. طيب شو عم تستنوا؟ شو عم تستنوا؟ ما تكمشوا، بس بتكمشوا لي. لك يا أخي مو مسؤوليتكم هاي؟ أنا بوعدكم أني خلال أسبوع واحد حط إيدي على الجاني. نحن استنفرنا كل عناصرنا، والجهات العليا بالدولة مهتمة كتير بالموضوع وبعتوا لنا تعزيزات كبيرة. يعني هلأ صار عنا إمكانية فرز لكل كبير التليفون دورية، هذا غير العناصر اللي رح ينتشروا على الأسطحة وبزوايا الشوارع ومداخل البنايات والمحلات. عظيم، عظيم جدا، هالحكي مطمئن كتير، يعني على القليل بيخلينا نفكر بهدوء. صحيح، بس نلاقي حل فني. يعني لازم نستعيد ثقة المواطنين فينا، وهالشي ما بيصير إلا إذا كانت الهواتف على أتم جاهزية. أنا حكيت مع المسيو جودات وقال إنه الحل موجود. معقول؟ ها رح قلك الحل، إنه يكون جهاز الهاتف والحصالة وجهاز الإنذار والكابين جسم واحد، كتلة واحدة. يعني قد ما كان الحرامي ذكي وجريء ووقح، ما رح توصله وقاحته إنه يفك الكابين من محله ويسرقه. سيدي وإذا فكر بهالشي رح تكون عناصرنا له بالمرصاد. فعلا يا جماعة هذا أحسن حل، بس يا دارة بنقدر نلحم الكبائل مع التليفونات؟ لا لا، شو هاد؟ شو العكي؟ نلحم؟ الحام ما بيمشي لحاله هون، لابد من التعاقد على تصميم جديد. ايوه، يعني بدنا نضحي بكل التصاميم القديمة؟ والله ما في غير هالحل. مين موافق على التضحية؟
وقف على النار ولا حركة. وقف. أخيرا وقعتوا يا حرامية. حطوهم على السيارة. حطوهم فورا. يعني انحلت المشكلة. ايه بتصور انه حلت. بس لمعلوماتك يا سوزان، انا ما راح هدالي بال قبل ما اعرف دوافع الحرامية ومين في وراهم، لانه هذا اسمه تخريب، تخريب حقيقي. خير يا طير، الله يسترنا من شي خبرية عند الصبح. قالوا نعم. اهلين نزار. شو هالحكي؟ الله يبشرك بالخير. فعلا هالابو سومر ما كذب خبر. ايه دخلك قلي مين طلعوا؟ لا شو هنن هيك اعترفوا؟ يلا يلا جاي فورا. لك احذري مين طلعوا الحراميه. مين؟ جماعه المسيو جودات مندوب الشركه الاجنبيه.